أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث تحت عنوان التربية الدينية للأبناء وأثر ذلك على المجتمع. ما معنى التربية؟ التربية مأخوذة في جذرها اللغوي من الرب. رب الأسرة هو الذي ينشئ الأسرة ويأخذ بيدها من حال إلى حال أفضل حتى تكتمل معالمها. بالنسبة لرب الطفل، مربي الطفل هو الذي يليه ويتعهده على مستوى جسده وعلى مستوى روحه، فهو يغذيه وهو يربيه وهو يؤدبه. التربية الدينية حينما نقيدها بالدينية ونقصد بالدين هنا الإسلام، فمعنى ذلك هي عملية بناء الشخصية لهذا الطفل، لهذه الطفلة، لتكون شخصية تعيش سلوك الإسلام وعقيدة الإسلام وتحقق الأهداف الإسلامية من وجود الإنسان في هذه النشأة. لهذا الحديث كثير في هذه النقطة، أحاول أن أركز على ما طلبه الإخوة مني في التركيز عليه. النقطة الأولى أهمية التربية. الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء خالية من الأفكار، والإنسان يتحرك من خلال أفكاره وقناعاته. فمن يريد من الإنسان أن يتحرك باتجاه معين عليه أن يغذيه بالأفكار التي تأخذه إلى هذا الاتجاه. لا يمكن أن أرمي بولدي في مجموعة من الملحدين واللادينيين وأتوقع أن تكون حركاته دينية. سوف يغذونه بأفكار لا دينية وسوف تكون سلوكياته لا تنسجم مع الدين أبدا. لهذا الإسلام يؤكد على هذه الحقيقة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطاكم قابلية التعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طبعا علماء يقولون الحواس خمس، ركز القرآن على السمع والبصر لأن أكثر المعارف تأتي من خلال السمع والبصر والأفئدة، إذن لنا عقول أيضا. فيقول الله تبارك وتعالى: تأتي إلى الدنيا صفحة خالية، من الذي يملأها؟ من الذي يملأها؟ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. يعني يفرضون عليه اختيار دين؟ طبعا لا، ويصير جبر ويصير معاقبة ظلم. إنما أنا في الغالب أتأثر بما حولي، وأول من أنظر لهما متأثراً هما الأب والأم. فإذاً إذا كان الولد يأتي إلى الدنيا صفحة بيضاء والأب والأم هما من يساهمان بطريقة كبيرة في تحريكه نحو التهود أو التنصر أو التمجس أو الإسلام، إذن خطورة.
إذا أهمل دورهما الصحيح سوف ينحرف عن الفطرة إلى ما تتلقفه التيارات الأخرى المحيطة، وما أصعب زماننا الذي نعيشه. لهذا أمير المؤمنين ركز على مسألة التربية من الصغر والتعليم. وإنما قلب الحدث صغير، يعني كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. يعني أنت لا عندك أرض قابلة للزراعة، ماذا تزرع؟ هل تزرع ما يفيد أو ما لا يفيد؟ تزرع ما يفيد. فإذا مهمتنا هكذا. دعونا نلتفت إلى نقطة وهي طفولة. إذا جل الحيوانات، طبعا الإنسان يعتبرونه حيوان ناطق، هو حيوان من الحيوانات لكن يتميز بعقله بتفكيره، وبذلك خرج عن حد البهيمية إذا سار وفق عقله. إذا جئنا الحيوانات بما فيها الإنسان، هل تحتاج إلى حضانة الوالدين أو لا؟ الواقع الخارجي يقول الحيوانات على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يمكن له أن يعيش بلا حاجة للوالدين كالأسماك، ما في عندهم طفولة، ما عندهم حضانة والدين. السمكة الأم تضع بيضها وتمشي خلاص، ما لها علاقة بالسمك الجديد. ليش الله ما أعطاها حنية ورحمة على بيضها؟ لأنها الله حرك الأسماك الصغار تأكل حشائش ما شاكل ذلك وتعيش بلا حاجة لأب ولا أم، فما أعطاها طفولة ولا عطى حضانة ولا رقة قلب لأب ولا أم. بعض الحيوانات لا تحتاج فقط للأم، مثل القط. القط الأب يمكن يقتل ولده إذا شافه، الأم فقط. لو السنور مستغني عن أمه بعد ما عطاها حنية عليه تولد وتمشي. فالله يوجد الأشياء بقدر حاجة التكوين، لكن هناك من الحيوانات ما يحتاج إلى الأبوين كالحمام والطيور، يتشارك الأب والأم في تنشئة هذه الفراخ فبقدر الحاجة. لكن يقولون العلماء الإنسان مما خلقه الله محتاجا إلى زمن طفولة ورحمة أب وأم. إنزين، مو بروح الطيور كذلك يقولون، لكن أطول مدة الطفولة هي طفولة الإنسان، لأن تعقيداته أكثر من تعقيدات الحيوانات. الحيوانات طفولتها من أجل جسمها ينمو، ما عدا قوة إدراك ولا شيء، تأكل وتتحرك بالفطرة. أما الإنسان الذي عرضت عليه الأمانة فقبلها وأصبح الخليفة في الأرض، وهو إما معمر وإما مدمر. شلون معمر أو مدمر؟ القرآن يقول أنت أيها الإنسان إما تدمر النظام الكوني إما تعمر النظام الكوني. إذا أنا البشر إحنا نعصي حتى المطر ما يطيح صح، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. إذا إحنا البشر نستقيم على وفق شريعة الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. واحد يقول وش ربط التدين بالنظام الكوني؟ الله أوجد نظامين، نظام شرعي هذا الإسلام، ونظام تكويني نظام الكوني، ويعرف الترابط بينهم. نعصي يخترب، نظلم الظلم يترك الديار بلاقع، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نزني إذا كثر الزنا أو ظهر الزنا كثر موت الفجأة. شوف الزنا اليوم شلون منتشر، شوف موت الفجأة شلون منتشر، ما ندري بالعلاقة لكن الله يعلم. فالإنسان لأنه الخليفة إن استقام عمر الأرض، وإن فسد دمر الأرض. الله يريدنا ندمر لنعمر، يقول القرآن واستعمركم فيها، استعمرنا خلانا نعمر الأرض ورسم لنا طريق التعمير. إذا هذا دور الإنسان، يحتاج الرجل اللي هو قيم الأسرة
تقريبا 15 سنة طفولة. كم بيعيش هو؟ 60 سنة هاي المتعارف أكثر أقل. ربع حياته طفولة يتدرب، والمرأة أقل دورها، دورها في الحياة على تعقيداته، لكن ما يحتاج لطفولة أكبر. فإذن إذا ننظر نشوف الإسلام لأنه دين واقعي ويعرف حاجة البشر، جاء إلى الإنسان وعطى طفولة وأوصى الوالدين بأولادهما بالتربية. هذا دور معقد، لكن آخر شيء نفكر فيه. خلينا نتعرف على شيء من أهمية هذا الدور. أولا الإسلام يقول، يقول الإسلام ليس التربية الإنسان المسلم مقتصرة على الوالدين بل على المجتمع. صحيح تفاوت دور الوالدين أكبر من دور الآخرين، لكن كل المجتمع معني بصلاح كل فرد فرد، كلكم راع وكلكم مسؤول. بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هي يأمرون بالمعروف وظيفة، لا تقول لي مو شغلك. ما عندنا في الإسلام واحد ينصحك يقول لي مو شغلك. هذا اللي يقول لآخر مو شغلك يقول أنا مو مملوك لله. لو أنا مملوك كان إذا الله أمر غيري ينصحني وأمرني أتقبل يقول له شكرا جزاك الله خير. أما اللي ما يشعر روحه مملوك لله يقول للي يأمره وينهى مو شغلك لا تتدخل. احنا عندنا في الإسلام لا، كلنا مسؤولين عن كلنا. شوف الرواية تقول عن إمامنا الصادق، أيما ناشئ ولد نشأ كبر، نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصية، يرتكب المعصية ولا يؤدب. مو قال في والدين، في قوم، كل القوم. فإن الله عز وجل أول ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم. مو شغلي هذا، لا هو ولدي ولا هي ولد فلان، والله صار زين ما صار زين مو شغلي، أرزاقنا تقل. دي رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام. دعونا نتعرف على مزيد من أهمية التربية. التربية مشروع، يعني السيد الإمام له كلمة يقول عن المرأة، لأن احنا العرب عندنا بعض المفاهيم الجاهلية، عندنا الرجل أفضل من المرأة. واحد يقول لا استغفر الله، استغفر الله لين تشبع. احنا نعرف، احنا نعرف، خلي الرجال ينصحك، خلي المرأة تنصحك، شوف شعورك. عندنا الجاهلية شيء نعم أبينا. السيد الإمام يقول للمرأة، يقول لها لا تستصغري دورك، أنت مربية الإنسان والقرآن مربي الإنسان، فأنت دورك دور القرآن. شوف كلمات عارف فقيه ما يجامل. والأب أيضا مربي، لأن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويحسن تربية ولده مسؤولية من مسؤوليات الأب. لكن تعال، هذا المشروع اللي يحتاج إلى علم وليس إلى ارتجال، يحتاج إلى خبرة وليس إلى تقليد. والله أبوي كان حاط لنا عصا في البيت معلقة ولا نقدر نسوي شيء، نفس أبوي بصير. أبوك ضربة أعمى وصادت في زمن غير زمانك، أسلوبه ما كان صح، لكن الله سهل تعقيدات زمنك وزمن أبوك غير تعقيدات هالزمن. لا تكرر أخطاء نجحت بالخطأ هناك تأمل تنجح هنا، لا، عندنا رسمة دينية للتربية. لهذا يحسن بالإنسان قبل لا يسوق سيارة يتعلم سياقة، وقبل لا يشتري لكم بيوتر يمر على صديقة أول ما يشتري لا أقل يقول له تعال علمني شلون شغل شلون استفيد شلون كذا. قبل لا يجيب ولد يقرأ كتاب عن التربية. الإسلام ما يتكلم عن قبل لا يجيب ولد، قبل لا تتزوج الأم الزوجة هذه لها مدخلية في تربية الأولاد. اختاروا لنطفكم، مسألة مشروع الولد مشروع سابق الزواج.
الإسلام يتكلم بالتفاصيل، مشروع كبير مو ليلة ليلته. لكن أريد أقول أن الإسلام يقول يا أحبة ترى مشروع التربية يحتاج نقرأ نطلع نحضر محاضرات ندوات، مو يلا عليك اللي ما تضيع. وإيش إحنا نربي؟ ربينا ولدنا الأولي وربينا الثاني، وإيش درك تربيتك صح؟ مو لازم صح، ما قليل اللي يقرأ وكذا. طبعا اللي يقرأون بعد ساعات يعني يدققون بدقة بطريقة تفسد الولد، يملها دائما الاطلاع والاستشارة لأي مشكلة ما يحسن التصرف فيها. هسه حتى نرغب، لأن الأولاد في زمننا اليوم ما لنا زاغر، اليوم الناس ما لها زاغر. شوف حبيبي، كل ما المادية طفحت كل ما الرحمة راحت، يصير شنو؟ يصير ما لنا زاغر إلا نفسنا، الأنانية تقوى. تقول للأب تعال أولادك، قال لك الصبح للظهر أنا أشتغل، ليلة بروح يا ربع القهوة كومهم عدهم، يعني آخر شيء يفكر فيه أن يفرغ نفسه لأولاده، يكفي الشغل عنده كمسؤولية وخلاص الباقي مو يمه. يجي للأم إذا صارت عندها المادية تقول لك أنا ما بأولاد، عندي واحد اثنين يكفي، ما بجسمي يخترب، كل صديقاتي رشيقات. تقول لي انزين ما بترضعي؟ لا يخرب جسمك وفي قواط، اشتر لي انت عندك واشتر وجيب. تقول لي انزين قعدي يا اولاد، ايش قالت كل خدامه، انا مو واخذه صديقتي بروح المجمع. في ازيد من رحمه الام؟ حتى رحمه الام تتلاشى اذا جت الماديه، لانه يتحول الانسان الى عنصر اناني، حب روحه وراحته وخلاص. احنا كيف نشجع روحنا على تحمل التربيه؟ خلينا نشوف ثوابها، لان الانسان اذا عرف ثواب شيء يتشجع، صح ولا لا؟ يعني لو اقول لك تعال اشتغل عندي، قل ما شنو اشتغل عندك؟ امبيك من الصبح لاربع العصر، قل مجنون، مجنون اشتغل هالقد. اقول لك تعال، لا ما اسمح لي، وانت لو باجي كم تعطيني؟ بعطيك 2400 دينار. تطنهز؟ لا صد، لا والله يسوى، جاي من باكر؟ وش اللي غير؟ توك انت ما انت راضي تشتغل. الانسان للنظر للاثر للثمره راسا ينسى الاتعاب، ويكون نظره الى الراتب، يقول الله كم سنتين حصل عندنا هالقد، نقدر نشتري ارض كذي نشترك ونسافر. شوف اذا نظر الى الثمره استصغر الم الطريق. احنا كذي الاسلام يقول لنا، ترى انا اقول لكم سوره تقراها لك ثواب كذي في الجنه، حق تشجع وتقرا. في التربية وش اللي شجعنا على تحمل الأولاد؟ خلنا نشوف الروايات بصورة سريعة. ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. يعبد الله من بعده، إذا شو علاقة أنا؟ يقول لي الإسلام أنت كم بتعيش؟ أقول بعيش أنا ما أدري، يمكن 60-70 سنة، يمكن أقل. قول بتعيش 90 وبعدين بموت، ولين مت دفتر حسنات سيئات سكوها. ما في أمل تخلونها مفتوحة؟ في أمل، إذا أنت رحت نشرت في المنتديات أشياء ميزينة أنت ميت، وكل واحد طالح حنسجع لك إثم، وإذا أنت نشرت أشياء زينة أنت ميت لك ثواب يسجل لك. بس هذا هي صدقة. عندك ولد؟ إيه عندي ولد، لين ربيت الولد وعلمته وضوء وصلاة أنت نايم في قبرك كل ما صلى لك ثواب صلاة ووضوء وكل شيء. والله أنا عندي 5 أولاد، 5 إذا كل واحد بعد بلوغة 60 سنة عاش يتعبد الله، 60 × 5 300 سنة إلك. معقولة؟ إيه معقولة. الإسلام يقول إذا تعلم واحد عمل خير أي مرة يسوي لك ثواب نفسه، لا ينقص من ثواب شيء ولك ثواب أنت. إنزين إذا هذا اللي علمته راح علم واحد غير، إلي أنا بعد ثواب. إنزين أولادي 5، كل واحد جايب 5، 5 × 5 25، وأبوهم وأباهم 5 صار 30، 30 نضربها بعد في أعمارهم الكلكوليتر، يا الله كسره لان عنده شاشه هالقد ويوقف، يا الله ما في ثواب بلا حساب. هاي روايات. شوف اقول لك روايه واحده لا اقل، روايه تقول عن امامنا العسكري ان الله تعالى يجزي الوالدين ثوابا عظيما
فيقولان يا ربنا أنى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا. إحنا ما سوينا العمل، هل قد ثواب عندنا من وين؟ فيقال هذه يعني منزلتكم وثوابكم بتعليمكما ولدكما القرآن وبتبصيركما إياه بدين الإسلام. يوم علمتونا صار العداد مواصل متون، لكن عداد الحسنات ما زال شغال ما يبني. الآن واحد يقول أنا ما أدري أربي صح لو لا، ما لي زاغر، نقول لي أنت حين اصبر أيام قلائل، خل ولد ما نربيه إلى 60 سنة، نربيه 10 20 سنة وتاليس الرجال بروحه بعدين، نصبر هالأيام بعدين تقر عيننا لين شفنا ولد صالح. في الرواية عن أمير المؤمنين ما سألت ربي ولدا نظر الوجه، جميل يعني، ولا سألته ولدا حسن القامة، ولكن سألت ربي ولدا مطيعا لله وجلا منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع قرت عيني. القرآن وش يقول؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني مو جميل في شكله حسن القامة نظر الوجه، لا متدين. هاي قر عين الإنسان إذا شاف أن دفتر حسناته شغال من أعماله وأعمال غيره. بعض الأحيان نطلب من المؤمنين تعال نبي عندنا مشروع في الماتم أو في المسجد نعلم أولاد، أنا لا نروح عندي فلافة في البيت تعال روحي أجي المسجد، لا اسمح لي. هذه فرصة جت إليك لبابك أن تساهم في إضافة أعمار لعمرك. ترى الإسلام فتح لنا عدة أمور تمثل فتح أعمار. شفت ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 80 سنة وأكثر، 80 سنة عمر إنسان. تصلي صلاة ليلة القدر تحسب كأنك صليتها 80 سنة. فالواحد العاقل يستغل التخفيضات الإسلامية ويستثمرها، يجي ليلة القدر ويتعبد ويتحمل، يقول والله أنا الليلة تعبان لكن ليلة في العمر أو في السنة ما بفوتها. أتذكر في الحج في عرفة بعض الأحيان نروح العرفة وإحنا متعبين في الليل، دول الأعداء رايحين ياهم الحرم ما نخلص للصبح تعبانين، ونجي شوية يقولوا قوموا للإحياء. والله جت فترة نقول للممرض ما عندك منشطات؟ الله يقبلها، مو نفس الكرة هناك ما يقبلون يلعب لاعب بمنشطات، هنا الله يرضى عندك شيء نشطنا؟ قال عندي أبرة، قلنا له أبرة طلع دم حط كحبوب، قال عندي جيب. بعض الأحيان بعض المشايخ يشرب حبوب تنشط في العرفة حتى يقدر ما تفوت الفرصة. أنا عندي أولاد خلني أفكر هالتفكير حتى إذا جيت ربي أتحمل ما يصيدني نوع من السؤم. هالنقطة أختمها برواية عن المسيح عيسى عليه السلام. الرواية تقول النبي عيسى مر على قبر يعذب صاحبه، إلا في القبر يعذبونه يعني ختم له بخاتمة سيئة. عقب سنة مر على نفس القبر إلا صاحبه ما يعذب، عجب، وأخذ دفتر حسنات السيئات أنصك، يعني ليش الحين العام يعذب سنة ما يعذب؟ الرواية تقول فسأل رب قال يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررت به العام وليس يعذب، فأوحى الله عز وجل أوحى الله جل جلاله إليه يا روح الله قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هذه الواحد إذا يتأمل في هالروايات يقول بتحمل أولادي على أساس ربي ويصير لي في الآخرة ما تقر به عيني. وبالعكس لو واحد ما ربى، شوف انت الحين إذا عندك خدمات للناس كل واحد يقول لك رحم الله والديك رحم الله والديك، صح ولا لا؟ فأبوك في القبر وأمك والكل يقول لك رحم الله والديك رحم الله والديك، لكن خلي واحد مو زين الحين قال هذا ملعون الوالدين ملعون الوالدين ملعون الوالدين ملعون الوالدين،
في الرواية عن أمير المؤمنين: ولد السوء يهدم الشرف ويشين السلف. عائلة كل من يجيبونها موضع كبار في الديرة، جهل ولد بل بيت فلان سكت سكت، وش كان عندهم سلفهم صالح، ينسون التاريخ يشوفون الحاضر وش صاير. فإحنا إذا أردنا أن نهدم الشرف فلنهمل تربية الأولاد. أيضا من المسائل المهمة المرتبطة مسألة ما ذكره الإسلام في أهمية التربية. الإمام الحسن له رواية، الرواية تقول: دعا بني وبني أخي، جمع أولاد أخو، شنو قال لهم؟ إنكم صغار قوم. اليوم صغار، لكن الصغير اليوم صغير بكرة هو الكبير. يوم من الأيام هذا كان صغير في مجلس عالم المنطقة، عقب كم سنة شفناه عالم المنطقة. هذا كان صغير فقير، عقب كم سنة هو المهندس اللي الناس تقصده لأمانته وعلمه وخبرته. هذا الطبيب اللي يعالج الناس كان صغير. فإذا هناك خطة استراتيجية للمستقبل ونجاح المجتمع يكون نركز على التربية الصح، حتى لأن ندري هذا يتقاعد ويأتي هذا، إذا ما ربينا هذا شنو بيكون المستقبل؟ رواية تقول: دعا بنيه وبني أخيه قال: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. أنتم صغارنا لكن كبار إلا عقبكم. فتعلموا العلم، فمن يستطع منكم أن يحفظه، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته، عند مصادر في البيت، أي شيء يحتاج راح فتح وطالع. من الصغر ينشئهم على قيادة المستقبل. الإسلام طبعا في خريطة التربية يقسم مراحل التربية إلى ثلاث: القسم الأول 7 سنوات، القسم الثاني 7 سنوات، القسم الثالث 7 سنوات. يعني من ولادة إلى 7، الروايات تعبر عنه وزير، العفو تعبر عنه حتى سلطان، وبعض الروايات تعبر عنه سيد، سيد يطاع. ما يقولون الولد سلطان، طفل سلطان، سلطان جائر، يعني إذا يحكم بس خلاص عطل علمك وقود جهله. الروايات تقول مرحلة 7 سنوات حاول تخلي الطفل فترة راحة، يلعب يشبع حنان. انت لا تقول هذا لازم يكبر، لا انت صغار. شلون انا اصغر؟ من له صبي فليتصاب. النبي تشو على الصحابة قاعد الحسن على ظهره ويمشي على 4، هذا النبي المقدس عنده وقت لهالشغلة؟ يعتقدها أن جزء من مسؤولية الكبار تجاه الأطفال. فالحنان وإعطاء مجال للعب، ونحن للأسف لا، أحيان بعد بعض المقتدرين من يوصل ولده 3 سنوات قال وديته مدرسة خاصة، روضة خاصة، أم بي إنجليزي وأم بي كذا، ويروح يهاوش الإدارة. ليش الحين ما يعرف؟ ليش الحين؟ يعني الجدية تبدأ من الصغر، فالطفل ما يشبع لا حنان ولا لعب ولا شيء. هذه مثل واحد تودي رأسا بدون ابتدائي تودي إعدادي، ينجح ما ينجح؟ لازم مرحلة ابتدائي لها سماتها ومواصفاتها غير الإعدادي. إحنا كذي نبي ولدنا من أول يوم يصير هو ها أفضل واحد ويعرف ويتكلم ويقرأ. يا جماعة اعطوا فرصة 7 سنوات، ترى إذا أخذناه من الصغر ما يوصل سن العطاء، اللي ما عنده عطاء، اللي مستمال، اللي يكره الدراسة. ليش تستعجل؟ ليش تستعجل؟ خله اللي عرف ما عرف في الروضة خله. طبعا الزمن فارض علينا فرض، يعني لو ولدي ما ودي روضة خليه يلعب، المدرسة تقول له ما يفهم، لازم ما بنهجنا مبني على وجود روضة قبل. فإحنا أمام صعوبات في زمننا، لكن رسمة الإسلام يعطى فرصته من اللعب والحنان. الإسلام يحرص على هالشيء، على الحب وعلى الحنان. بنقرأ بعض الروايات بعدين. وعبد 7 سنين، من 7 إلى 14 نعلم
القرآن والأحكام من علم قراءة وكت يبدأ الجد وياه عبد قوم تعلم روح ادرس كذا. هالسبع سنوات مثلت رسالة إلى قلب الولد إن احنا نحبه. سبع سنوات اختلط حبنا بلحمه ودمه. بعدين اللي جينا للسبعة الثانية إذا نأمره ما يرانا أعداء متسلطين، يرانا نحبه نبي مصلحته. أما اللي من الصغر يقول ما يحبوني، كل أدرس كل ما يخلونا نلعب ما يخلونا كذا، يشتكي منهم. فرسائلنا سلبية تجاهه ويفهم قطع. خربطنا النظام اللي رسم الإسلام. السبع السنوات الأخيرة فترة مراهقة من 14 ل 21، هذا يبي يشعر بوجوده وكيانه ورجولته. اخدك وزير استشيره واطلع اياه وجيب محافل رجال يشعر صار رجال. ترى دا ما نشعر برجولته بيلفتنا لرجولته بطريقة غلط، بيسوي تسريحة تخوف، بيجيب سيارة بيسحق مثلا، بالسيكل بيسوي فوضى. يوم بيقول على قولتهم أنا موجود أنا هنا I am here صح. فنقول يا جماعة عطنا ترتيب في الروايات، هذا يمثل الخطة العامة للتربية. الحب ما يصير نتعامل يا أولادنا من منطلق عسكري. شلون منطلق عسكري؟ في الجيش ما في ليش، رجال بس يتأمر ويتزمر، لا تشدب ويشوف أبوه تشدب حلال، بس أنا قلت كلمة ما تنكسر. ما مسألة الحب تمثل حاجة نفسية ضرورية للطفل حتى اللي مات والده ونسميه يتيم. الإسلام يقول على المجتمع أن تشبع اليتيم حنانا، ومن مرر يده على شعر رأس يتيم كان له بكل شعر كذا ثواب. ليش؟ مسؤولية، في حاجة حقيقية. فالحب لازم يكون طافح. واحد يقول لك أنا صراحة أولادي ما لي زاغرهم، ما لي زاغرهم، زين شلون يعني تتوقع تحسن تربية؟ شوف الرواية، أحبوا الصبيان وارحموهم. رواية ثانية، خرج النبي على عثمان ابن مضعون، أخو النبي من الرضاعة. عثمان عنده صبي ولد من أولاده يلثمه قبله في فمه. فقال ابنك هذا؟ النبي يسأله. قال نعم. قال أتحبه يا عثمان؟ قال أي رسول الله إني أحبه، أحب أنا. فقال أفلا أزيدك له حبا؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال إن من يرضي صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. مثل ما تسعى لإرضاء الولد الله يوم القيامة يعطيك حتى ترضى. هذا مقام قاله للنبي، ولا سوف يعطيك ربك. صرنا احنا الآن إذا نسعى بجد إلى أن الولد يعيش حياته الطفولية بمحبة وراحة، وندوس آلامنا وضغوط الحياة ونتواضع ونجي البيت بتربية صح، يقول لك يوم القيامة الله يرضيك. أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة. مسيرة 500 عام بين الدرجة والدرجة. من دخل السوق، دخل دكان بريالين فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. صدقة إلى ناس محتاجين كلش. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، لأن البنت عاطفتها تختلف. فإن من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله عز وجل. ومن بكى من خشية الله عز وجل أدخله الله جنان النعيم. على مستوى أشياء بسيطة، كلفني شيء بسيط من المال، لكن تخلي الأولاد إذا سمعوا خطوات أقدامي تراكضون فرحا بمجيء، يحبوني يحبون يشوفون وش جايب ليهم تعلقين بي. إذا ما صارت في الطفولة كذي
نتوقع إذا أكبرنا مركز العجزة ينتظرنا، لأن الولد ما شعر بمحبة تجاهنا، ما شعر. خب، التدرج في التربية، التدرج في التربية مشكلة ملة، ما يحطون ساعة قدامه. إيه هذا عدلنا توقيت نويدرات، توقيت نويدرات إن شاء الله. التدرج في التربية، البعض يقول لك أنا لا أحب بعد جاهل، تولى عمره 12 سنة بعد ما بلا، متى بتربيه عجل؟ احنا صح السبع سنوات الأولى ما فيها برنامج صارم، لكن ما تخلو من برنامج من أول يوم يولد، نأذن ونقيم، هذا برنامج لتأثير على مستقبل تدينه. في الرواية أيضا عن الإمام الباقر، إذا بلغ الغلام 3 سنين فقل له 7 مرات قل لا إله إلا الله، ثم يترك 3 سنوات ومنه يقول هالكلمة، ثم يترك يريد يمارس طفولته. بعد أدب صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور، فإذا بلغوا 10 سنين فاضرب ولا تجاوز 3. طبعا الضرب له شروط، ما تجاوز 3 ضربات، فالضرب لكي 10 سنوات الآن في من مرحلة عبد لازم ينقاد للصلاة ويتدرب عليها، ما يبلغ اللي هي عنده متعود عليها. بعد الأولاد مو طريقة واحدة، مختلفين. أنت في الشغل كمبيوتر قدامه كل معلومات تدخلها طريقة سهلة ما يتغير، تقول صرت تصدقي أنا كذي وأدخل معلومات وأطالع، صح لو لا؟ لكن أولادنا ولد ذكي ولد غبي، ولد حساس ولد شجاع ولد خجول، كل واحد يبقى له في الطريقة. إذا ما عندنا خبرة ما نحسن التربية، فتحتاج إلى أن أستعين بمن له خبرة. نقطة أخرى، إحنا عندنا قسوة على الأولاد إذا أخطأوا، خلطوا في الجيب لك ما يكسر القلاص، وش بيصير؟ قيامة له. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله يجيبون له أطفال، في الرواية جابوا له الإمام الحسين وضعوه في حجره فأراق ماء، يعني تبول. جت أم الفضل في ذاكرة أم الفضل جرته جرش، سحبت الحسين بسرعة، قال لها النبي مهلاً، إن هذا الماء يزيحه الماء، أي شيء يزيح الغبار عن قلب الحسين؟ لما تسحبينه بهالطريقة العنيفة ينكسر الولد، وإيش نقدر نرجع القلب اللي انكسر؟ أما هذا بول ماء صب عليه ما يطهر، شغلة بسيطة، إقلاص بربيتين، روح اشتري إقلاص، تسوي هوسة وصراخ وضرب ودعلك طفل. لازم نفهم أن الطفل في مرحلة التعلم يحتاج أن نتوقع منه الخطأ. الآن المدرب سياقة تقول لي سيارتك ما فيها بريك صوبك ولا بترول، يقول مفروض يسوق عدل، يقول لي غلطان، هذا يتدرب، فتوقع حين دايس حين نزل حين مصعد، لازم عندك ما تتوقع به أن يخطأ فتتلافى الخطأ. أنا يا أولادي المفروض هكذا أتوقع في طور التربية أن يصير منهم أخطاء، إما سببها جهل وإما قلة خبرة في العمل وإما صفات في نفسه عنود مثلا. إذا كان قلة علم أعلمه بهدوء ما يدري هو، إذا كان ما عنده الخبرة في التمرس أمرنا، أول ما أجيب هندي أو موظف أو شيء متمرنا أيام إلى أن يتقن، أي ولد بعد مرنا. إذا لا صفات ميزينة فيه هو، أقول الإنسان روض أسود، خل عندك هدف تروض ولد، تغير الصفة الذميمة إلى صفة صالحة، فلا بد نتوقع الخطأ. طبعا هناك أخطاء في التربية، في ممارسة التربية الوقت لا يسع لذكرها، أم بعرج على التعليم الديني في القرية وكل قرآن، لأن بعد لو أذكر الأخطاء اللي نمارسها في التربية ما بيكون يعني إلا نطول، والتطويل يذهب بالفائدة والزايد كما الناقص. نجي إلى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية تقول النبي نظر إلى أطفال
وش قصة هالأطفال؟ رواها صاحب جامع الأخبار. نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى بعض الأطفال فقال صلى الله عليه وآله: ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم. أولادنا ويل لهم منا. تعجبه الصحابة فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. شو القصة؟ قال: لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، ما يعلم موضوع ولا غسل ولا صلاة ولا ولا، وإذا تعلموا، تعلم أولادهم منعوهم. اقعد أنت الحين طالب في المدرسة، نبيك تجيب شهادة، نبيك تجيب مستوى راقي، مجموع يشرف، وش لك بالصلاة؟ لاحظ يعني السنة أنا واحد في الحج يقول: أبوي ما يرضى نصوم، بلغنا وما يرضى، ما صمنا صراحة لأن الأبو ما يرضى، يقول بعدكم صغار ومو زين لكم الصوم، بليت ترقيعات واجي مسكين بسبب أبوه. فالآن الرواية تقول منعوهم، يقول لي: لا تروح المسجد تتعلم، اقعد ادرس رياضيات وانجليزي، ابي شهادة انا. الرواية تقول: واذا تعلموا يا اي اولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، اريد شهادة، اريد وظيفة، اريد راتب، فانا منهم بريء وهم مني براء، ما في علاقة بيني وبينهم. بعد ما يعلمون ولا يسمحون، يعني لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. رواية مخيفة، لأنه أولا تخبر بتخلي الآباء عن دورهم المهم، ثانيا شوف الصحابة لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قام واحد من الصحابة يبكي، النبي سأله عن بكاء، قال: أنا ما ملحق على روحي، اللي حملت الآن بعد غيري أولادي. قال لي: أمرهم بما تأمر نفسك ونههم بما تنهى نفسك، ما نطلب منك تفرض عليهم. النبي بكبرى الله قال: لست عليهم بمسيطر، ما هل على الرسل إلا البلاغ، بدورك تبلغ. فالرواية تقول أن الآباء ما قاموا بالدور. الأمر الثاني، اهتمامات الآباء تبدلت من الآخرة إلى الدنيا. شيء الإسلام يمنع الدنيا؟ لا، الإسلام يعمل لدنياك كأنك تعيش. ادرس أكاديمي لكن عط من اليوم بعض وقت لدينك، ما يصير تصلي ثم تكتشف صلاتك باطلة. يعني واحدة سألتني قالت: عمري 50 سنة توي مكتشفة أن في تكبيرة إحرام. قلنا لها: 50 ناقص 9 41. وش صار الجواب؟ مو في خصار رياضيات، يعني شيلي قبل البلوغ والباقي يقضي كل الصلوات، هذا ركن، إلا فترة الدورة لا تقضى الصلاة، غير تقضي على تكبيرة إحرام. فإحنا نقول الإسلام ما يمنع نتخصص، بالعكس الإسلام يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يحكم وأن يتقن، هاي رواياتنا. لكن المشكلة أن أخلي البعد الدنيوي هو الأساس ولا قيمة البعد الأخروي، هذه مصيبة. فأنا بوصلتي إلى الدنيا بل ولا أسمح أمنع أمارس المنع، هذه مشكلة. عندنا في بعض القرى عزوف عن النشاط الديني، أسباب كثيرة أذكر سريعا هكذا، منها الوضع السياسي، الوضع السياسي جعل الوضع غير آمن، خطورة، صار الناس خافوا على أطفالهم في ضوء الاضطرابات، صار ما في مجال للتعليم الديني في بعض القرى. إحنا لازم نفصل، هذا هم وهذا هم، فلا ينسينا شيء عن شيء. المؤمن ما ينسيه واجب عن واجب آخر، لأن الإسلام يعني يوم الأيام سألوا حد المراجع قال لي: أطاوع أمي لو زوجتي؟ قال لي: طاوع، عط كل واحدة حقها. فالإسلام ما يتنافى حق الأم والزوجة حتى نقول تصادم الإسلام، فهني أعطى حقه ونعطى حقه، هذه نقطة. نقطة الثانية، بعض المشاريع ما نشوف رجال الدين في القرية أي تفاعل مع المشروع، مما يضعف المشروع. انت هاي جايين يساعدونك، دورك تعلم الناس، اذا حصلت لك ناس مدرسين يتحملون الاطفال ويعلمونهم، هاي ساعدوك في دورك.
فالمفروض أن لا تغيب عن الإشراف والمساهمة والسعي للتطوير. بعد عندنا مشكلة أن تركيز على الجانب الأكاديمي. تقول لي ما نشوف ولدك في المسجد؟ قال والله هو يجي الساعة كذا أودي عنده يتعلم إنجليزي في المعهد هذا، وأجيبه بعد عمته تعلم اجتماعيات وعود. ما في وقت بحق. يعني شوف إحنا هذه نظرتنا، نظرة الرواية اللي قالتها، مستعد أوصل ولدي الإنجليزي في 3 أيام في الأسبوع، لكن منقول عن مشروع تعليم أو ما في قريب لنا بعيد كذا. هذا الاهتمام إحنا الرواية تصوره. بعد مسألة بعض الدول مخربة كل شيء، ما في قانون لصالح المواطن. يسوي لك مثلا الدراسة ما يوصل ولد للساعة 3 العصر تعبان، ولا تشوف اللي شنطته متروسة كلها وظائف، زي متى يروح يتعلم دينه وشي؟ يقول لك هذا النظام في البريطاني للعصر، البريطاني ما يرجع بكتاب، ما يرجع البيت بوظيفة، كل شيء التعليم في المدرسة، مو في طيلة النهار هو عندك والليل بعد مسكين على الوظائف، ولو زين تعليمكم تعليم. فإحنا نعاني من بعض القوانين اللي أربكت مشاريع التعليم. أيضا بعض القرى ما في فعاليات، يقول لك إحنا ما نحصل، عندنا في القرية 5 وجوه تجي لها هي في الماتم، هي اللي تدير، تجي لها هي في الجمعية الخيرية، تجي لها هي الماتم، ما تقدر تقول للبقية تفضلوا. قال إحنا ما عدنا وقت ولا عدنا فرصة ولا عدنا شيء. يعني في انكماش عن تحمل المسؤولية. بعض القرى يقول لك هذا الوجوه يجي له في الصندوق هذا هو، يجي الماتم هذا هو في الإدارة، ما عدنا لها 5. قل لي أنت كم سنة في الإدارة؟ قال صار لي يمكن 15 سنة. ليش؟ قال كله أفوز بالتزكية، ما حد يرضى يرشح روحه. هذه مشكلة عندنا في بعض القرى، غياب الدعم والتفاعل. إحنا ساعات نحتاج حتى نشجع الأولاد إلى مال، إلى جوائز، إلى شيء، ما حد يساهم. مستعد يدفع 50 دينار إلى إنجليزي، ما نمنعه، نقول له أخي علمه لغة يستفيد منها في مستقبل حياته، لكن ما مستعد 3 دينار يدفع في تعليم ديني. يقول تقول ليش هاي عمل خير، ليش ما تأخذوا فلوس؟ ما نأخذها لنا، إحنا نأخذها حق مذكرة نتصورها ورحلة نسوي كذا، مشوقات هدايا، نحصل مشكلة. بعد تحدي الزمن، منو الآن من الأولاد يقدر يفارق تليفونه أو آيباد ماله ويجي قاعد مدرس؟ صار على الغداء الأبو في تليفونه والأم في تليفونه والأولاد كل واحد في تليفونه، صح لو لا؟ فأحنا بحاجة إلى تطوير النمط بما يتكيف مع الزمن الذي نعيشه. الآن في 3 دقائق، ما هي ثمار التدين والتربية الدينية؟ هي ثمار وجود الدين بصورة سريعة في 2 دقيقتين لا أكثر، الوقت انتهى. على المستوى الأمني، إذا جاء التدين جاء الأمان. شوف الحضارة الغربية اليوم ترسل الكرة الأرضية كاميرات، ينقطع التيار الكهربائي دقائق، يقولون هل قد سرقة في 2 دقيقة؟ لأن الناس خايفة من الكاميرا، ما عندها وازع من داخل. بينما الإسلام إذا استحكم في قلب تقول له ما تسرق، ما في كاميرا، يقول أين الله؟ أنا أخاف الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقول لي قال اللي صلي ما يبوك. يعني في الرواية شاب من الأنصار من أصحاب النبي كان يسرق، فجوا اشتكوا عند النبي، النبي ما عاقبه في الرواية، كيف يعني؟ جواب النبي إن صلاته ستردعه، لأن قالوا للنبي إنه يصلي طلبوا منه، قال إن صلاته ستردعه. يعني شنو صلاته ستردعه؟ لأن قالوا للنبي صلي خلفك، النبي صلي أول وقت لو آخر الوقت، ها؟ أكيد أول وقت. النبي صلي بخشوع لو بدون خشوع؟ خشوع الإمام يسري الماموم لما يخسري. شفتون شيخ بهجت يصلي شلون الناس، والنبي
أكثر خشوعا من كل الأنبياء فضلا عن غيرهم. فإذا يصلي أول وقت بخشوع يشري إليه من النبي إن الصلاة تنهى. مضت أيام فترك من تلقاء نفسه. إذا حكمنا الإيمان والتدين في النفوس لا جريمة، على مستوى الأمني، على مستوى الاجتماعي. الإسلام جل الناس القبيلة القوية تأكل الضعيفة، والأخ يأخذ فلوس أخوه بالربا، وإذا بهم القرآن يقول ويؤثرون على أنفسهم. هاي التربية الدينية، ولو كان بهم خصاصة. البعد الاجتماعي تعاون إيثار ومحبة، وشيلني وشيلك، هذا الإسلام. على مستوى الوضع الاقتصادي يشجع على العمل وعلى الإنتاجية وعلى الأمانة في العمل والإخلاص وعلى تحليل الراتب وعلى الترشيد في الإنفاق. الإسلام ما يحتاج يتكلم في الوضع الاقتصادي. مستوى الأخلاقي لا دعارة لا انحراف لا فحش لا فحشاء، نشوف العفة، نشوف الحياء، نشوف الغيرة، كل القيم. إذن إذا أردتم مدينة فاضلة صالحة تعيشون فيها بالأمن والأمان، فاسعوا لتطبيق الإسلام بقدر ما يتدين أصحاب المجتمع، بقدر ما يعف المجتمع ويرقى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.